بسم الله، ده كود نيوزيلندي بيتكلم على موديل الكوردينيشن اللي هو الابندكس اي. بيقول ان في مصفوفة لازم نتبعها، ولازم نحدد كل عنصر، نحدد الموديل ايلمنت ستورنج مين اللي عمل العنصر دوت. دي الماتريكس، نبدأ نشوف العناصر اللي موجودة ونبدأ نشوف الكلاشات مع بعض، بحيث مثلا الباب مع الحيطة ده ما يعتبرش كلاش، فما بتحسي. انما مثلا الفاير مع الكاميرات والحاجات الإنشائية ده بيعتبر كلاش. طب نبدأ نشوف ايه الكلاشات اللي المفروض تتعمل، وايه الحاجات اللي فيها مشاكل. في حاجات بيبقى لها أولوية، في حاجات بيبقى الأولوية بتاعتها أقل. فمن خلال الماتريكس دي نبدأ نفحص الحاجات، وده عندنا في ناس كتير لازم تتعاون في الموضوع دوت. البيم مانجر مثلا هيبدأ يعمل القواعد اللي هنشتغل عليه، ويبدأ يعمل الموديل اللي هنبدأ نعمل عليه كلاش، ويبدأ يشوف الكلاشات موجودة فين. لو في أي مشاكل بيبدأ يبعتها للأقسام، يقول مثلا القسم ده يحرك أو الشخص ده هو المحتاج إن هو يعدل. ونعمل اجتماع مثلا نبدأ نتناقش مع بقية الأقسام كلها إيه الحلول للكلاش دوت. في حاجات بتبقى كلاش خبطة مع بعض، وفي حاجات مش خبطة مع بعض بس المسافة بينهم قريبة وقدرت تتعارض مع الكود، زي مثلا كهرباء مع مية. فلازم تبقى في مسافة بحيث لو حصل أي مشكلة في المية ما تأثرش على الكهرباء وتعمل قفلة وتعمل مشاكل. بنعمل مشاكل، بنعمل كلاش الحاجات تتعاصر مع بعض، بحيث ممكن يكون في حاجة مكررة، فلازم ما فيهاش في أي عنصر مكرر، وإلا ده هيعمل مشاكل في موضوع الحصر. فنبدأ نشوف لو في أي حاجة مكررة، نبدأ نحذف المتكرر ونخلي عنصر واحد بس.